شاء الله. كيف حالك؟ والله ما بدفع الراس. انا من اول ما بقول لي يا ريت المحطه تصير هيك مش هيك يعني شيء كثير فعلا جدا مرتب. بالعكس يعني اللي كان طلاب الجامعات لما بدهم يساعدوا وبيشتغلوا والناس صارت اختلفت الوضع مش زي اول. جدا انا شجعتهم يجتبوا هاي المره احنا يعني بنحكي البنت صارت تعدل الرجل في شيء يعني شامل الشغل الحمد لله وتشجيعك لهم تشجيعك لهم مهم جدا. لا ما شاء الله عليكم. طيب الله خليني اخليك تعالي حبيبتي الله يسعدك سموك جدا. كيف حالك؟ كيف حالك؟ تفضل عمو. يلا قوموا في يعني.